اهلا 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 اهلا. نظر الحلقه دي كده كلها ايجابيات يعني، ودي حاجه لطيفه جدا. انجي لطفي اصبحت اول قائده كورال مصريه معتمده من الاكاديميه الموسيقيه في المانيا. طبعا انت هتقولي الكلام ده يعني ايه، اقول لك لا، في الحاله اللي زي كده نكلم انجي نفسها على طول عبر زوم، موجوده معانا. اهلا يا انجي، ومبروك على هذا اهلا الاعتماد. وسهلا. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله كله الحمد تمام. لله. فهمينا اكتر يا انجي، لان احنا مش ضالعين قوي في المسائل الموسيقيه. مهم قوي ان انا افهم مساله الاعتماد من المانيا دي، حجمها عامل ازاي واهميتها قد ايه، وبعدين انك اول مصريه تاخدي هذا الاعتماد. هو عامة التخصص في قيادة الكورال مش حاجة موجودة قوي في مصر، يعني دايما بنسمع عن قائد أوركسترا، بس قائد الكورال مش حاجة يعني بتدرس هنا في مصر عامة يعني. وبالتالي أنا اتجهت لألمانيا، أنا خريجة المدرسة الألماني وبدرس هناك، وكمان قائدة الكورال في المدرسة، وده اللي خلاني ودرسة كمان غنى، فده اللي خلاني أتجه أكتر لقيادة الكورال، لأن أنا بهتم جدا بالصوتيات وشايفة إن دي حاجة مهمة جدا للأطفال وللكبار، وقد كده بتخلي فيه سعادة يعني، والناس واقفة on stage أيا كان سنهم إيه. طب كويس جدا. المدرسة الألمانية أي واحدة فيهم، الدقي ولا باب اللوق؟ لا أنا في اسكندرية. المدرسة الألمانية في اسكندرية اللي في العطارين، صح؟ مظبوط مظبوط لا، ده أنا كده. شاطر في المدارس جدا. طيب ده شيء أيوة رائع. النوع ده من الدراسة قلتي لي ما هوش موجود في مصر خالص، ولا في الكونسرفاتوار ولا في أنا ما سمعتش خالص إن في دراسة، يعني إن قيادة كورالات، قيادة أوركسترا، ممكن يكون في ماستر كلاسز بتتعمل، بس إن حد يعمل دراسة كاملة ازاي يقود كورال، ده مش متعرف عليه في مصر. وسافرتي ألمانيا إمتى؟ انا قعدت 3 سنين بسافر وباجي، هي الدراسة اصلا كانت المفروض تبقى سنة ونص، بس هي ابتدت قبل الكورونا على طول. وطبعا الغنى اكتر حاجة من الحاجات اللي اتأثرت وقت الكورونا، لان ما ينفعش الواحد يغني، اكتر حاجة معرضة ان حد طبعا يعني يلقط المرض او كده، فبالتالي الكورس توقف فتره طويله. كمان انا كنت الوحيده اللي من بره المانيا، يعني كل اللي معايا في الكورس المان، فبالتالي لما الدنيا فتحت شويه الكورس ابتدى، وانا ما كانش عندي فرصه ان انا اروح لان السفارات كانت قافله، فاضطريت مرحله منهم اعملها اونلاين. طبعا ده كان صعب جدا لانه قياده الكورال محتاجه ان انا اكون شخصيا موجوده وبقود الكورال، ده جزء من الموضوع ان هو يبقى براكتيكال. فبالتالي هما سمحوا لي كاكسبشن ان انا اعمل مرحله منها اونلاين لحد ما السفارات فتحت وعرفت اخد الفيزا تاني واعرف اسافر واكمل الدراسه اللي كانت المفروض تخلص في سنه ونص، بس امتدت تقريبا 2 ونص او 3 لحد ما عملت الامتحان. عظيم جدا. بعد الامتحان التوجه كان ماشي ازاي؟ بعد ما أنا لسه عاملة امتحان الامتحان في شهر 6، لسه واخدة الشهادة. حلو، هنعمل ايه بقى؟ أنا بنعمل إيه بقى؟ في مصر طبعاً زي ما قلت المجال ده مش مفتوح قوي، لازم ألاقي الجهة الصح والأشخاص الصح اللي أتوجه لهم وأقول لهم إن أنا عملت ده، وبالتالي يبقى في أكتر، هو توجه أكتر من الناس إن هي تبقى فاهمة أهمية الكورالات عامة، طبعا لأن هي مش حاجة يعني، مش الكورال يعني المدارس مش كلها عندها كورالات. أنا كنت محظوظة إن مدرستي بتهتم بالنوع ده من الفنون، وده اللي كان السبب إن أنا توجهت إن أنا أدرس غنى، وكمان بعد كده كمان قيادة الكورالات. فلازم الأول يبقى في وعي في المجتمع عامة بأهمية وجود الكورالات وقد إيه ده بيأثر نفسيا على الأطفال وعلى الكبار، وعامة الغنى يعني بيخلي الواحد بيديله نوع معين من اليوفوريا كده، من السعادة، طبعا مش بيبقى موجود في حاجات تانية كتير. طبعا مش مختلفين. هل بس بتفكر؟ كملي كملي. فالمهم إن أنا ألاقي الجهة
اللي تقدر تساعد وتشجع ده، بحيث ان اقدر استفيد وافيد كمان بالشهادة اللي انا خدتها. افتكر ان وزارة الثقافة واكاديمية الفنون يبقوا هما الجهة الاشمل والاكثر تخصصا معاكي في حاجة زي كده. عشان كده انا يمكن اللي بفكر فيه بصوت عالي معاكي، هل بتفكري انه يبقى فيه فرع او يبقى فيه شكل من اشكال تدريس قيادات الكورالات وتكوين الكورالات هنا في مصر، وتبدأي انت ده يعني يبقى لك الريادة في ده زي ما بيتقال؟ هو انا كان عندي يعني ده كان حلم على فكره عندي من وانا صغيره ان انا ابقى كوندكتور. ما كنتش لسه مقرره كوندكتور للاوركسترا ولا للكورال، بس الاتجاه بقى جه كده لان انا ابتديت الاول في دراسه الموسيقى بيانو والات مختلفه، وبعد كده اتجهت اكتر للغنى. فالفكرة كلها الأول إن إحنا نوجد الكورالات دي، يعني يبقى فيه الفكر ده موجود والناس تبتدي تفهم أهمية ده وتبتدي تتجه إن هي تبقى عايزة تغني أصلاً في كورال، علشان يبقى القائد الكورال ليه كمان شغل ويعرف يعمل ده بشكل صح. والله برضو يعني انت عارفه ساعات كده تلاقي الافكار بتيجي بسرعه حتى من الكلام، يعني يقول لك الكلام بيجيب بعضه. افتكر برضو دار الاوبرا المصريه في النهايه برضو هي واحده من اهم المؤسسات وايضا التابعه لوزاره الثقافه، وتقدري تتواصلي مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا، وانتوا عندكم اوبرا عظيمه في اسكندريه مسرح سيد طبعا درويش، طبعا وعندهم مدارس في حاجات مختلفه يمكن ما يكونش فيها الكورال صحيح، بس في مدرسه للباليه وفي وهكذا. انا افكر معاكي بصوت عالي اعملي تواصل مع دكتور خالد داغر، وهو راجل مايسترو وموسيقار وحاجات زي كده، فطبعا هيبقى فاهم جدا اللي انت بتتكلمي فيه يعني. فامشي ممكن طبعا. في وهي السكة دي. الكورالات المتعارف عليها في مصر اكتر الموسيقى الشرقيه، هو طبعا موسيقى عربي دراستي انا كانت طبعا. موسيقى غربي انا كمان وكلاسيكال يعني ميوزك، فهي دي الحته اللي يمكن يكون فيها اختلاف شويه، لان صح الكورالات طبعا الموسيقى الشرقيه موجوده متواجده وبنشوفها وليها وجود في الاوبرا وفي اماكن مختلفه، لكن الكورالات الغربيه هي اللي يمكن مش موجوده كتير يعني. وطبعا ده بحر واسع، لأن الموسيقى الغربية بحر واسع والموسيقى الكلاسيكال بحر كبير، وحاجات كتير اتكتبت للكورالات ومش متعارف عليها عندنا خالص ومش مسموعة قوي يعني. طبعا. لا يعني طبعا انا اتفق معاكي، الكورال يعني احنا كفايه ان احنا عندنا المايسترو سليم سحاب اشهر من نار على العالم، بس زي ما انت بتقولي هي دي موسيقى شرقيه موسيقى عربي. الموسيقى اللي انت مظبوط درستيها والنوع ده من الكورالات ده نوع مهم جدا، انا اشجع انه يبقى موجود في مصر واشجع انه يدرس في مصر ونبقى عندنا كورال واثنين وثلاثه بالشكل ده. يا ريت يا امشي في ريت، لأنه الخط كمان ده. بيفتح المجالات للغات المختلفة، يعني مش شرط حتى الواحد يبقى بيتكلم اللغة. الموسيقى الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الواحد ينطق أي لغة من غير ما يضطر يكون فعلا بيتكلمها بطلاقة يعني. يعني أنا يمكن صح أكون بغني بالإيطالي وأنا مش بتكلم إيطالي بطلاقة، أو بغني باللاتيني وأنا مش بتكلم لاتيني بطلاقة، فهي بتعمل يعني لقاء ما بين حاجات كتير لغات، ويعني بتفتح مدارك كتير جدا يمكن الواحد ما يكونش مدركها قوي او كان بيفكر فيها أو بيفكر ان هو وارد ان هو يعملها. كلامك صح 100%. انا بشكرك جدا يا انجي ومبروك، وربنا يا رب يوفقك في شكرا الخطوات اللي لحضرتك، جايه، واتمنى ان احنا نشوف كورال انجي لطفي في ان الاوبرا شاء الله يبقى موجود كمان باذن الله. وبعدين هو في ايه احلى من اسكندريه هي اللي نعمل فيها حاجه زي كده، دي ام الفنون عندنا في مصر يعني. بشكرك جدا انجي لطفي قائده الكورال، اول مصريه تحصل على هذا الاعتماد من الاكاديميه الموسيقيه بالمانيا. يمكن هنا اشجع جدا دكتور خالد داغر انه يمكن مكتبه يتصل بانجي لطفي ويشوفوا ايه اللي ممكن يتعمل، يعني اتمنى ذلك.